توج أدهم حسين لاعب المنتخب الوطني لناشئ تايكوندو بالميدالية الفضية في منافسات وزن 45 كيلوغرام في ثالث أيام النسخة الثالثة من بطولة العالم للناشئين التايكوندو المقامة في مدينة شرم الشيخ على صالة المدينة الشبابية. وحصد لاعب منتخب مصر المركز الثاني والميدالية الفضية بعد خسارته في المباراة النهائية أمام لاعب إيران بنتيجة 25-5. وتأهل حسين إلى نهائي البطولة بعدما فاز على لاعب الإمارات في مباراة نصف النهائي بنتيجة 16-7. وبهذه الميدالية ارتفع رصيد مصر في هذه البطولة إلى 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين.